عندما يصبح السفر حول العالم صعبا قد تساعد التقنية. نظارات الواقع الافتراضي تتيح لنا التجول في أماكن مدهشة والسفر عبر الزمن حتى. الواقع الافتراضي موضوعنا اليوم في كليك. نظارات الواقع الافتراضي ما تزال غالية الثمن وكبيرة وبحاجة لأجهزة إضافية لتشغيلها، لكن الأجهزة الأحدث ذاتية العمل ويصل سعرها إلى 200 يورو، إلا أن أفضل التجارب حتى الآن تقدمها أجهزة متخصصة عالية الأداء. زرنا عددا من منشآت الواقع الافتراضي السياحية في برلين. برلين في عام 64، جدار يفصل بين غرب المدينة وشرقها وبين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. تحظر حكومة ألمانيا الشرقية عبور الحدود بين الألمانيتين تحت طائلة المسؤولية، لكن وباستخدام التاريخ الافتراضي عبر اليوتيوب Virtual History يستطيع المرء معايشة حفر الأنفاق تحت الجدار لمساعدة أشخاص في شرق ألمانيا على الهروب. الرجل في هذه الصورة جدي، كلاوس ميشائيل فون كويسلا، ويبدو هنا وهو يحفر نفقا تحت جدار برلين. بفضل نظارات الواقع الافتراضي أصبح تاريخ عائلة أنتون فون كويسلا مدركا، فهو ينزل افتراضيا إلى النفق الذي حفره أشخاص من غرب ألمانيا باتجاه شرقها لمساعدة الناس على الهرب حينها. هذا غير مريح أبداً. هذا مثال جيد على قدرة الواقع الافتراضي على جعل التاريخ نابضاً بالحياة. نشهد حالياً تطوراً لكيفية معالجة المواد التاريخية القديمة وإمكانية عرض عمليات المسح القديمة بدقة، ومن الممكن طبعاً توسيع العوالم افتراضياً بحيث يمكن للمرء الوصول إلى هذه الأماكن التاريخية القديمة التي لا يعرفها إلا من الصور أو المقالات الصحفية. وبهذا يمكن سرد قصص الهروب القديمة بالألوان، حتى عبور الحدود عند نقطة تفتيش تشارلي في سبعينيات القرن الماضي لا يزال في الواقع الافتراضي ينضح بالذعر والهلع. أما هذا العرض السياحي الافتراضي في برلين فيركز على اللحظات العاطفية المؤثرة أيضاً، ويتيح إلقاء نظرة على برلين الشرقية سابقاً. السفر عبر الزمن ممتع، لكن بعض المطورين يريدون ما هو أكثر، وهو جعل التاريخ ملموساً عبر الواقع الافتراضي. مثال التواجد أثناء مسيرة حقوق الوطنية إلى واشنطن التي قادها الناشط الأمريكي مارتن لوثر كينغ عام 1963، وألقى فيها خطابه الأشهر. أكثر من 80 ممثلاً ومتخصصاً في الواقع الافتراضي عملوا على إعادة تمثل المسيرة الاحتجاجية والخطاب الذي ألقاه مارتن لوثر كينغ في الواقع الافتراضي. يقف المرء هنا ويرى حفير الدكتور كينغ وهو يلقي هذا الخطاب وكذلك كل إيماءة، وينظر مباشرة في عينيه حيث نظرة ثاقبة والخاصة للغاية. مدهش، لكن للأسف فإن تجارب الواقع الافتراضي للمنازل محدودة، لأن كثيراً منها يتطلب معدات متطورة وفي إطار مناسبات خاصة. إضافة إلى ذلك فإن معدات المنزل تميل لإنتاج أخطاء ليست جميلة، وبالنسبة للكثيرين فإن هذه الأنظمة ما تزال مكلفة. الرأي الشائع هو أن تقنية الواقع الافتراضي ما تزال طفلاً يحبو. زونكا كيرشهوف يدير استوديو للواقع الافتراضي في برلين، ويقول إن التقنية ستحقق قفزة قريباً بفضل ابتكارات جديدة. نظارات الواقع الافتراضي صارت أفضل في العامين الأخيرين. في العام الماضي تحققت نقلة نوعية في طريق الوصول إلى سعر معقول لنظارة جديدة. ينتج زونكا كيرشهوف بالاشتراك مع فيليب فينينغ محتويات مناسبة للواقع الافتراضي، كاشتراكه مؤخرا في مهرجان برلين السينمائي الأهم في ألمانيا، وهو لا يعتبر أن هناك فئة واحدة فقط تستخدم الواقع الافتراضي. هناك فئات كثيرة تستخدم الواقع الافتراضي. لدينا أولا الفئة الكلاسيكية التي نعرفها في مجال مشاهدة التلفزيون، يعني تلك الفئة التي تشاهد محتويات الواقع الافتراضي لكنها غير مهتمة بأن تكون جزءا من الحدث ذاته. فئة تشاهد وتستمتع فقط، كما لدينا فئة مزاولي ألعاب الكمبيوتر الكلاسيكية التي تبحث عن التفاعل، لكن
gibt es noch die Zielgruppe, die gar nicht aus dem Entertainment kommt, nämlich die, die im industriellen Sektor zu finden ist, Leute, die damit Designprozesse oder Revisualisierung erstellen im Automotive-Bereich, im Architekturbereich, im Medical-Bereich, auch Operationen zum Beispiel, also Lernen im Bereich, wie man Operationen durchführt und so weiter und so fort. بحلول 2022 يتوقع قطاع الواقع الافتراضي أن يصل دخله إلى 15 مليار يورو. لتحقيق ذلك يجب تحسين ما هو مقدم. رغم ذلك يمكن من خلال الواقع الافتراضي زيارة أماكن لا يمكن زيارتها عادة، مثل موقع بناء شهير عالميا في قلب فرنسا. صور فريدة لاحتراق كاتدرائية نوتردام في باريس، الجدران المضعضعة في داخلها والتلوث العالي بالرصاص يجعلان دخول الناس إليها خطيراً، وهذا سبب استخدام روبوت كاميرا ب 360 درجة يتيح للمستخدمين استعراض صورها باستخدام نظارات الواقع الافتراضي. استخدمنا هذا الروبوت للوصول إلى وسط الكاتدرائية تحت هذه الحفرة الضخمة، ولولاه لم نكن نستطيع فعل ذلك. الكاميرا محظوظة حقا، حتى أنا لم أستطع الوقوف تحت الحفرة رغم أنني كنت في وسط الممر، لكنني لم أتمكن من الذهاب إلى هناك. أما في الواقع الافتراضي فاستطعت ذلك. كان المخرجان كلوي غوشوبي وفيكتور أغالو قد صورا فيلماً وثائقياً عن الكنيسة المشهورة عالمياً قبل أسابيع قليلة من وقوع الحريق. بعد الحريق كان واضحاً لنا أننا وثقنا لحظة هامة في تاريخ نوتردام، ويمكننا الآن إعادتها للجمهور. من لقطات قبل الحريق واللقطات الجديدة بعد الدمار أنتجا فيلماً وثائقياً ثانياً بعنوان إعادة بناء نوتردام، والذي يرافق إعادة بناء الكنيسة. لقطات المخرجين من داخل الكاتدرائية لا مثيل لها. هذه لقطات متميزة فعلا لأنها صورت بتقنية الواقع الافتراضي ودقة عالية وبأبعاد ثلاثية، وبهذا تنشأ صورة للعين اليسرى وأخرى للعين اليمنى، فيتولد شعور بأنك في الواقع حقا. بالاستعانة بنظارات الواقع الافتراضي يمكن للمرء خلال فيلم مدته 16 دقيقة الغوص في عوالم الكاتدرائية. تضمن أجهزة الاستشعار إمكانية استكشاف المبنى بحرية من خلال حركة الجسم، تجربة لم تعد ممكنة في الواقع، فالكاتدرائية مغلقة أمام الزوار. منح المستخدمين الشعور بأنهم متواجدون في قلب الحدث، هذا هو الهدف من الواقع الافتراضي، وكلما زادت الحواس المستخدمة زادت واقعية التجربة. إلى جانب النظارات هناك قفازات وبذلات وسترات الواقع الافتراضي التي تتيح لمس الأشياء والإحساس بدرجات الحرارة والرياح، بل هناك حتى أبحاث حول تحفيز الدماغ أثناء تجربة الواقع الافتراضي. قمنا بزيارة منشأة تعمل على تجربة صوتية فريدة من نوعها في الواقع الافتراضي، وهي سماع المقطوعة الموسيقية بالضبط كما ألفها الموسيقار يوهان سيباستيان باخ في القرن 18. كنيسة قصر مدينة فايمار تعد مكاناً أسطورياً لعشاق الموسيقار باخ، لم يبق منها سوى لوحة، واليوم أعيد تجسيد الكنيسة افتراضياً، وكان حريق قد التهمها في عام 1774، لكن تقنية الواقع الافتراضي أعادت تجسيدها بشكل يكاد يتطابق مع الأصل. يمكن تشبيه الكنيسة بالمحيط الأطلسي، وأعتبر التجسيد الافتراضي وإمكانية الاستمتاع بمشاهدتها والاستماع للموسيقى تحققاً لحلم قديم لي. ولأجل تحقيق الحلم جرى تسجيل الموسيقى على الآلات الموسيقية التاريخية القديمة في غرفة معزولة الصوت في جامعة برلين التقنية، ثم تم تكييف الصوت مع هندسة الكنيسة الصغيرة ليبدو وكأنه قادم من زمن الموسيقار باخ. الواقع الافتراضي يحول الأحلام إلى حقيقة. لطالما أردت أن أكون تمساحاً. السباحة في الأمازون كتمساح أمريكي. أو القفز كضفدع. مستخدمو الواقع الافتراضي يمكنهم تقمص أدوار خمسة حيوانات.
الحيوان المفضل لدي هو الخفاش مصاص الدماء، أحبه كثيرا، فهو حيوان جميل، ولقد تحقق حلمي هنا فعلا، وخاصة في الأجواء الليلية. الطيران في الغابة المطيرة أثناء الليل رائع فعلا. صممت إينا كريغر تجسيد الواقع الافتراضي بالتعاون مع زملائها في برلين. صمم الفريق تجسيداً افتراضياً لـ400 هكتار من أراض طبيعية محمية في منطقة الأمازون البرازيلية. استغرق العمل على المشروع أكثر من عام. مع هذا الواقع الافتراضي تنسق مؤسسة الوسائط التفاعلية جولات في متاحف مختلفة في العالم. أردنا اختراق تجربة عاطفية يمكن للمرء أن يتقمصها ويشعر بالسعادة خلالها، حيث ينغمس في تجارب الحيوانات ويدرك واقعها المعاش وما تمر به. لقد تلقينا رسائل من أشخاص كثيرين سألوا فيها إن كانت ألوان ضفدع الأمازون السام تتحول إلى هذا الجمال المذهل في الغسق حقاً، وكيف توصلنا لذلك؟ وأين يمكنهم التعرف عليه أكثر؟ نشر المعرفة عبر الواقع الافتراضي يمكن أن تحقق النجاح عندما تكون الخبرة المعاشة بروعة تجربة الطيران في الغابات المطيرة. العروض تزداد إبهارا حتى وإن كان هنالك متسع للتحسن، كما أعتقد أن هنالك حاجة لتحسين الرسومات ودقة الوضوح، لكن أكبر تحدي لصناعة الواقع الافتراضي سيكون تخفيف وزن النظارات وجعل التقنية أسهل في الحركة. النظارات المتاحة اليوم كبيرة للغاية، خبراء التقنية يتوقعون أن ينتهي ذلك قريبا. في المستقبل القريب لن يكون لدينا مثل هذا، بل المزيد من النظارات التي تشبه النظارات التي نعرفها بحيث تبقى شفافة وتضيف معلومات إلى الواقع المعزز وتكون قادرة على التعتيم وتسمح لنا برؤية شيء ما في غرفة مقفلة. هل جربتم الواقع الافتراضي؟ كيف تستخدمونه؟ وما هو رأيكم فيه؟ شاركونا آراءكم على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.